السلام عليكم، معكم زميلتكم رنا، وهنشرح بإذن الله المحاضرة التانية. فرق بسم الله الرحمن الرحيم. كده مبدئيا، أولا حابة بس قبل ما أدخل في المحاضرة أوريك الفانكشن بتاعة الدوبامين في السي ان اس، بحيث إن هي تسهل علينا كتير بإذن الله. أول حاجة في الرسمة اللي قدامك دي، في نيجرو ستريت الباسوي اللي هو اللي باللون الأحمر طالع منه تلات أسهم، دي أكتر باسوي مليانة دوبامين في السي ان اس. لو الدوبامين قل فيها هيعمل لنا باركولين اللي هو الشلل العايش، تمام. بالتالي ان الدوبامين يقل هنا ده عيب، ممكن نسميها برضك البيزل جانجلي، خلي بالك هيتقال عليها بيزل جانجلي قدام. البيوتري جلاند لو الدوبامين قل فيها هيزود لنا البرولاكتين، وهيعمل لنا في الحالة دي هايبر برولاكتينيميا، واللي ليه عيوب كتير زي الانفيرتيليتي او الجلاكتورية او هنتعرض له قدام في المحاضرة بإذن الله. بالتالي ان الدوبامين يقل هنا دوت عيب برضه. لكن الفوميتنج سنتر، الدايرة اللي تحت اللي باللون الاخضر، او ممكن نسميها قدام برضه السي تي زد، الكيميو ريسبتور تريجر زون، تمام، هي المسؤولة عن الفوميتنج. هو الفوميتنج سنتر، فلو الدوبامين زاد فيها ده هيعمل لنا نوزيو فوميتنج، فبالتالي اني اقلل الدوبامين هيعالج النوزيا والفوميتنج لو كانوا موجودين. فهنا ميزة ان انا اقلل الدوبامين. احنا هنا في المحاضرة داخلين نقلل الدوبامين عشان الادوية بتاعتنا بتقلل الدوبامين. فرابع حاجة هي موجودة في الفنترال اريا اوف الميد برين، هو الميزوليمبيك باسوي، السهم الاخضر اللي نازل لتحت، والميزو كورتيكال تراك، السهم الاخضر اللي طالع لفوق. في المكان دوت الدوبامين لما بيزيد بيعمل لنا ان الشخص يبقى الكريشن بتاعه عالي. فطبعا دي حاجه كويس، انسان لماح، بس طبعا كل حاجه وزن لم. لو حصل اوفر انكريز في الدوبامين في المنطقه دي اللي هي الميزوليمبيك سيستم، هيحصل لنا سايكوز اللي هو الهلوسه. طبعا دي المشكله اللي احنا عندنا. سايكوز ده بص، تلاقي الشخص ابتدى يحصل له ديلوشن، يبقى ضلالات يعني، تمام. ابتدى يحصل له ديستربرانس في الثينكينج، ان الافكار بقت عكس اللي انت متوقعه. يعني ممكن تلاقي ان الشخص قدامك مثقف وعلى قدر عالي من الثقافة، بس هو حاليا في دماغه فكرة خرافية مفيش عيل صغير مقتنع بيها، وهو مصدقها وشايف ان هي صح، وممكن يقعد يجادل معاك السنة الجاية. هل هو بيجادل بهدف الجدال؟ لا، هو من جواه مقتنع صح. طب ليه هو مقتنع ان هو صح؟ لان في عنده الموضوع بيتطور بأوديتري هالوسينيشن، او ممكن يحصل فيجوال هالوسينيشن، فهو بيبقى اصوات وصور وشايف وسامع ومتأكد ان الكلام اللي كله بيقوله ده صح، ومقتنع بيه 100%، لدرجة ان انت تتخيل ان الشخص اللي قدامك ده من كتر ما انت مش مصدق اللي بيحصل له حصل له شيزوفرينيا. كان امبارح عالم ومثقف، والنهاردة بيقول لك خروف ومقتنع بيها. الكلام اللي احنا بنقوله دوت الاوديتري هالوسيشن او الفيجوال اسمها البوزيتيف سيمبتومز، بسبب ان الدوبامين زاد، او ممكن يحصل زيادة في السنسيتيفيتي اوف الريسبتور. نفس الفكرة تقريبا. في حاجة بقى تانية في برضك في الميزوليمبيك سيستم اسمها بسبب السيروتونين. لما بيحصل زيادة في الاكتيفيتي بتاعت 5HT اللي هو بيعبر عن السيروتونين، ويروح يشتغل على الريسبتور بتاعه 5HT2A، وركز على اسمه عشان مهم. في الحالة دي هيحصل لي برضك سايكوزس، بس هيبقى مصحوب بحاجة تانية، هيبقى مصحوب بسوشيال وذرول او فلات اموشن. الشخص بقى متبلد المشاعر او بقى معزول عن العالم، ونسميها نيجاتيف سيمبتوم، تمام. الرسمة دي، الصورة دي بتوضح الفكرة اللي انا كنت بقولها، ان احنا عندنا شغالين على الليمبيك سيستم، واحنا في الليمبيك سيستم عندنا هيحصل ان الدوبامين لما زاد قوي عمل لنا مشاكل، عمل لنا تقريبا شيزوفرينيا، فاحنا هنجيب ادويه تعالج الدوبامين اللي زاد ده وتقلله، وهتشتغل على الدي 2 ريسبتور. فاحنا هنقلل الليمبيك سيستم، هنقلل الدوبامين فيه عشان هو لما بيزيد بيعمل لنا مشاكل، وهنقلل في الفوميتنج سنتر عشان هو لما زاد عمل لنا مشاكل، عمل لنا فوميتنج ونزيف، فهنقلله فيعمل لنا فوميتنج. لما نقلله هنعالج الفوميتنج ونزيف، وبالتالي هنا ميزه وهنا ميزة في الناحية دي. نيجي بقى على الناحية التانية، البيزل جانجليا لما الدوبامين بيقل فيها بيعمل لنا باركونيزم،
اللي هو الشهر الرعاش، طب ضعيف طبعا فظيع، فبالتالي ان انا اقلل الدوبامين ده يعمل لي مشكله هنا. ولما اقلل البيتيتري جلاند هيزود البرولاكتين وهيعمل لي هايبر برولاكتينيميا، وطبعا دي مشكله برضو. يبقى بس انا للاسف ما اقدرش اشتغل على واحد وواحد لا، لان انا ما عنديش سيلكتيف، هو الدواء بيخش يشتغل على كله وايه ويبوظ اللي يبوظ ويصلح اللي يصلح. دلوقتي هنبدأ بالانتي سايكوتيك دراج. تمام، دي نيوروليبتيك. الانتي سايكوتيك دراج اللي هي هتعالج السايكوز اللي احنا لسه قايلين عليه. المانيفستيشن بتاع السايكوزس معانا هالوسيشن. هو اصلا السايكوزس هو المايند سيبريتد فروم الرياليتي، زي ما انا قلت لك ان الشخص بيقول خرافات ما تتناسبش مع المفروض الواقع اللي هو كان عايش فيه. اسفه. تمام، المانيفستيشن اوف السايكوزس دي هيحصل له هالوسيشن فيجوالي اوديتوري او ديلوشن. الشخص يبقى عنده بارانويد، حاسس انه مضطهد من اللي حواليه، الراجل اللي معدي جنبي ده هيقتلني، هيهددني، هيخطفني، هاي هاي هاي، ومفيش حد اصلا جامده. ممكن يبقى حاسس ان الناس بتتأمر عليه، او جرانديور يعني جنون العظمة، اللي هو خلاص مفكر نفسه جينيوس. تمام، ممكن يبقى incoherent speech او abnormal behavior، بيقول كلام مش منطقي وبيتصرف تصرفات مش طبيعية، سواء بأجريشن او أجيشن، يعني شايف ان الناس اللي حواليه مضطهداه او بيحرض على الناس اللي حواليه تصرفات يعني مش مظبوطه. الدكتور قالت اهم حاجه في المانيفستيشن ان احنا نحفظ الاسماء بس، هالوسيشن، ديلوشن، انكورنت سبيتش، تمام، والابنورمال بيهيفير. الشيزوفرينيا هي الموست كومن كلاسيك اكزامبل فور السايكوز، هي اكتر حاجه ممكن تتوقعها لواحد جاله سايكوز، هي المرحله الجايه على طول. الشيزوفرينيا تنتج من زياده الدوبامين اكتيفيتي في البرين في الميزوليمبيك سيستم، والدكتور اكدت على حته السطر ده في الفقره كلها، هو اهم حته. البيشنت بي بريزنت بوزيتيف سمبت، البيشنت اللي بيبقى عنده بوزيتيف سمبتوم سواء هالوسينيشن او ديلوشن، اللي هو المشكله عنده بتبقى موجوده بس في الدوبامين، ده بيبقى جود ريسبونس للتريتمنت، بس عيبه انه بيريلابس لو حصل، لو ان الدواء مكملش هيريلابس تاني، يعني هيرجع زي ما كان. في السيفير كيسز بقى، لو احنا عندنا نيجاتيف سيمبتومز، يعني لو فلات الموشن او سوشيال ويزدرول، او حتى ان المخ ما بقاش يقوم بالشغل بتاعه، طبعا ده في حاله ان المشكله حصلت في السيروتونين كمان، طبعا ده بعد كام سنه هبص الاقي برين اتروفي، طبعا دي مشكله. هيحصل ايه دوت الشخص دوت بيحصل له بيبقى بور ريسبونس للدراج. احيانا النيجاتيف سيمبتوم بتأبير من البدايه. اهم حاجه زي ما قلت لك ان الشيزوفرينيا بتطلع من بتحصل بسبب زياده الدوبامين اكتيفيتي. الميكانيزم اوف اكشن في الانتي سايكوتكس، ان اول الانتي سايكوتكس بتبلوك الدوبامين ريسبتور في الميزوليمبيك سيستم. في 5 سبتايب عندي من الدوبامين ريسبتور، واحد الاولاني والاخراني، 1 و5 بيحصل فيهم اكزايتاتوري بسبب ان الادينيا سايكليز بيزيد. اما الثلاثه اللي في النص 2 و3 و4 بيبقوا انهيبيتوري، الادينايل سايكليز بتقل، فكي او الفلوكس بيزيد، بالتالي هيحصل هايبر بولاريزيشن في النيرون، فيحصل انهيبيتوري انهيبيشن. تمام، بيقول لك ان الايفكت بتاع الانتي سايكوز الانتي سايكوتيك دراج بيبدا بعد فتره، فبالتالي لما البيشنت بيبقى لما البيشنت لو ما كانش عارف ان هو الدواء يحصل له بعد فتره وقفه، طبعا زي ما قلت لك هيحصل مشكله لو رجع تاني، لو قطعه هنحصل تاني نرجع للريلابس تاني، فبياخد فتره على ما الشقه بتاعه المريض تبتدي تقل. كلاسيفيكيشن اوف الانتي سايكوتكس سايكوتيك دراج متقسمه لحاجتين، تيبيكال واتيبيكال. التيبيكال بيحصل ان بيشتغل على الدوبامين بس، بيبقى انتاجونست للدوبامين 2 اهم حاجه، لان احنا قلنا في 5 شغالين على رقم 2، حتى هنا برضك كويس ان احنا شغالين على رقم 2، ده التيبيكال. الاتيبيكال شغال على الخمسة اتش تي 2 تمام ريسبتور، وعلى الدوبامين 2 ريسبتور برضه، شغال هنا انتاجونست وشغال هنا انتاجونست، يبقى هو شغال على التيبيكال مع الدوبامين بس. اما الاتيبيكال شغال على الاثنين، الدوبامين والخمسة اتش تي 2، وما جيبش سيرة الخمسة اتش تي 2 في التيبيكال خالص. هي دي اهم حتة، اسفة،
يعني الكلاسيفيكيشن حتة مهمة يعني زي ما قلت لك. بالنسبة للتيبيكال انتي سايكوتكس، الاكشن بتاعها ان هي بتعمل بتشتغل على السنترال دوبامين ريسبتور بلوكج، بتيجي تقفل الدوبامين. حلو، زي الرسمة الصورة اللي انا لسه موريها لك لما وريتك ان احنا عشان الميزو احنا دلوقتي بنقلل الدوبامين، فبالتالي الفايدة عندي بتحصل في الميزولمبك وبتحصل في ستيتي زد، انما البيزل جانجليا والهايبوثالامس او البيتري ان يقلل الدوبامين فيهم ده بيعمل لي مشكلة. امتى الميزولمبك لما اديه فيه اقلل الدوبامين، ادي دواء يقلل الدوبامين يبقى عندي فايدة؟ لو كان بدي انتي سايكوتكس في حالات ان الشخص violent patient يعني شخص عنيف، فانا هيحصل له هيهدى في شوية في عدة ساعات. لو كان عندي primary psychosis سواء schizophrenia، primary يعني طبعا السبب من احنا في السبب نفسه مش جاي من بره، schizophrenia المانيا in bipolar depression يعني الشخص عنده تغير حاد في المود، extreme change في المود بتاعه، شوية فرحان قوي شوية زعلان قوي شوية عايز عنده excitement جامد وشوية كسل جامد، فانت مش عارف هو عايز ايه ولا هو عارف هو عايز ايه. او psychotic depression اللي احنا متعودين عليه الاكتئاب العادي. تمام، في secondary psychosis بيبقى جاي من سبب تاني، brain tumor مثلا، او ان الشخص بياخد كوكايين ده بيعمل diminish. الديمينيشيا عبارة عن ان بيحصل ما بقاش الشخص قادر يقوم بالوظائف الطبيعية اللي المخ متعود عليها، يعني هو مش قادر ياكل ولا حتى قادر يحسب حسبة بسيطة ولا قادر يشرب ولا كل الحاجات البسيطة دي الشخص مش قادر يقوم بيها. في أسباب تانية بقى زي الأجيشن، إن الشخص يبقى متخيل إن الناس كلها يعني بقى بيحرض وكده، تصرفاته اتغيرت طبعا. تمام، أو ديلوشن، شايف ضلالات أو حاجات مش حقيقية، هالوسينيشن سواء كانت فيجوال أو أوديتوري، دي اسباب بتخليني ادي الدواء. تمام، السيتي زد لو هو كان انتيميتك، السيتي زد الانتيميتك معناها ان انا بستخدم الدواء عشان كنترول الفوميتنج اثناء مثلا الراديشن او اليورينيا او كده، هو هنا محدد ان انا بستخدمه اثناء الكانسر كيموثيرابي او راديوثيرابي، يعني انا بقلل ان يحصل عندي فوميتنج اثناء الكيموثيرابي او الراديوثيرابي، ده الانتيميتك. بس الموشن سيكنس مش معانا، الموشن سيكنس ده معناه ان الشخص يبقى وهو مثلا راكب العربيه وماشي يبقى دايخ وعايز يركب، او يعني هي غالبا مرتبطه بالمواصلات، فده مش اللي احنا بنتكلم عنه، ده مش معانا. احنا بنتكلم على ان احنا نستخدم الدواء عشان يقلل الفوميتنج اثناء الراديشن الكيميوثيرابي او الراديوثيرابي. تمام، في بقى العيوب، هو متقسمة غبية شوية بس تمام. العيوب بقى بتاعت البيزل جانجليا، الاكسترا بيراميدال سايد افكت هي بتعمل، وهي موجودة في الصفحة اللي جاية لسه هنتعرض لها ان شاء الله. يعني في هنا الهايبوثالامس سويت بيتوتري، وطبعا قلنا برضك عيب لان البرولاكتين لما يزيد اعمل لي انفيرتيليتي وامينوريا وجالاكتوريا وجينيكوماستيا. ومن العيوب اللي عندنا ان البادي ويت هيزيد، فانا ممكن اعين الدنيا واجيب المريض مثلا ديابيت، فيبقى الشخص كده انا بوظت الدنيا لو بقى ديابيتك. ليه بقى؟ لان لما البرولاكتين بيزيد بيبتدي الجسم يتحفز، والبرولاكتين لما يزيد بيبتدي الجسم يتحفز عنده ان الشخص ده ما بيشبعش. تمام، بسبب ان الدوبامين قل في الشخص ما بيشبعش، هو مهما ياكل جعان، فبالتالي هيفضل ياكل ويستخدم اصلا كادويه من ادويه فتح الشهيه. في عندي اوتونوميك ريسبتور بلوكج، بعد ما خلصنا بقى اللي فوق، لو الدواء اشتغل على الاوتونوميك، لو اشتغل على الريسبتور بتاعه الاوتونوميك، لو اشتغل على الهيستامين هيعمل سيديشن، وطبعا ده عيب، بس لو اشتغل على الهيستامين هيعمل ميزه اللي هي ايه، اللي هو يشتغل على الانتي بيروتيتك دوت مضاد الحك. تمام، ولو اشتغل على المسكارينك هيعمل لي اتروبين سايد افكت، اللي هي بقى عندي دراي ماوث دراي سكين كونسبشن ويورين ريتينيشن وهكذا. لو اشتغل على الالفا بوسترال هايبوتنشن، ان هو انا لو كنت واقف وجيت قعدت مره واحده ضغطي يوطى، او لو كنت العكس كنت نايم وقفت مره واحده الدوخه بتحصل لما الضغط بيوطى، هو ده. او ممكن يحصل سيكشوال ديسفانكشن. تمام،
بيقولك بقى ان من الفوائد بتاعته كمان ان هو مع بنعمل له كومباين بنديه يعني بالاضافه للادويه اللي احنا ناخدها زي ناركوتيك انالاجست في كرونيك بين، لا مع سيفير انكزايتي يعني لو الشخص عنده قلق كتير ممكن تديه ايه ونديه معاه عادي تمام، يعني الدواء بتاع الناركوتيك بتاع القلق الكتير ممكن نديه معاه عادي مفيش مشكله، وبنديه مع الدواء بتاع الانتي ديبريسنت تمام برضك مفيش مشكله. من عيوبه المختلفة اللي هي اللي مش مرتبطة بحاجة سيستمك، عيوب منتشرة كده، دكتور سكمتها في 4C conversion، لأن هو بيقلل الثريشولد فبالتالي ممكن يصير العصب في ثانية، فهتلاقي عندك ايه تشنجات كتير، هيحصل كارديو توكسيس بإني أزود ال QT interval رسم القلب الفترة ما بين بداية ال Q ونهاية ال T هي دي بتزيد تمام، فلما بتزيد بيحصل لي ايه كارديو توكسيك خصوصا مع الدواء اللي اسمه سايو ريدازين. في كورونا لينز ديبوزايت سبيشالي مع سايو ريدازين، هبص الاقي ان الدواء هبص الاقي عدسة العين متراكم حواليها دروبلت من اللبن فعامله طبق بني كده تمام، ده بيحصل خصوصا في الدواء مع الدواء سايو ريدازين. والكولستاتيك جوندس ان بيحصل لي ان الجوندس اللي هي يبتدي بقى الجوندس اللي بين الليفر وبين الانتستين تقل بس بتزيد في الدم، فده بتبتدي في ايه فده يعني بيحصل لي ده السايد افكت المشهور بتاعه. الدكتوره بقى اكدت على ايه، اكدت على ان البيزل جانجليا العيوب بتعمل سايد افكت اكسترا بيراميدال سايد افكت تمام، وان الهايبوثالامس والبيتيتري سايد افكت بتاعهم البرولاكتين، وان السيتي زد السايد افكت اليوز بتاعه عفوا هو الانتيميتيك اللي بنستخدمه زي ما قلت لك في ان انا اكنترول الفوميتنج اثناء الريديشن. واكدت على اخر حته دي الاربع سايد افكت دول مهمين جدا تمام. نبتدي بقى نتعرض للاكسترا بيراميدال سايد افكت، عندي هقول ان هي متقسمه الامراض. الدكتوره على فكره قالت الصفحه دي كده وما ذكرتش منها الا المرض اللي تحت دوت، وهقول لك دلوقتي باذن الله انما بقيت الصفحه قريتها بس طبعا هقولها لك. بالنسبه للاكسيزيا فده مطر اسباب المرض، بيبقى الشخص عايز يتحرك ما بيقعدش، هو العلماء بيقولوا عليه ايه نيفر سيت داون تمام، فبتبص تلاقي موتور ريستلسنس شخص ما بيقعدش عمال يتحرك كتير، انت ما بتعرفش مش فاهم هو بيجرى له ايه. بسبب ان انا عملت بلوكج للدوبامين تو ريسبتور في البيزل جانجلي، ده الميكانيزم بتاعه، فده اللي حصل. في عندي الدستونيا، العضله بتتشنج لوحدها وبشكل مؤلم مع كده، يعني هي بيحصل لفتره بسيطه، بص تلاقي ماسلز بس من عضله اتشنجت سواء في النك او في التروكلف، عماله العضله هو وحظه بقى العضله متشنجه وما بتفكش بس لمده مثلا 5 دقايق او حاجه، بتبقاش حاجه يعني ايه كرونيك. الميكانيزم برضه بسبب البلوكج بتاع الدوبامين ريسبتور في البيزل جانجلي. اما الباركنسونيزم عفوا اللي هو شلل الرعاش تمام، بيبقى ريجيديتي في الهايبوكنيزيا تريمور، بتبص تلاقي ان العضلات كلها متشنجه و هي abnormal repetitive movement في العضلات جامد وما بتقفش، خصوصا في الفيس او كده تمام. البلوكج بيحصل بلوكج للدوبامين ريسبتور في البيزل جانجليا برضو، فده بيزود الكولينرجيك اكتيفيتي، يعني انا لما بقلل الدوبامين بزود الكولينرجيك اكتيفيتي، فالكولينرجيك اكتيفيتي لما يزيد هيعمل لي باركنسونيز. هعالجه ازاي؟ هعالجه بان انا ادي انتي كولينرجيك، بس طبعا انا كده بعك الدنيا، لان انا لما بدي انتي كولينرجيك يعني انا دلوقتي قللت الدوبامين فالتدريجي عندي ان زاد الكولينرجيك فعمل لي باركنز او وكان بردك سبب في حصول كل الامراض اللي فوق دي. طب انا هاجي دلوقتي هعالج الكولينرجيك ازاي؟ هدي انتي كولينرجيك، فلما ادي انتي كولينرجيك يقوم عامل لي ديسكينيزيا تمام. فبيقولك ان الانتي كولينرجيك المانجمنت بقى بتاع الامراض دي الثلاثه تقريبا زي بعض، ان هدي انتي كولينرجيك اللي هو البنزوتروبين المفروض اديه روتينلي مع الانتي سايكوتيك
عشان ايه اتجنب ان يحصل لي اكسترا بيراميدال سايد افكت. بس اللي من المشكله زي ما بقولك ان انا اجي اعالجها اعمل مشكله اكبر، وان هي هيحصل لي تريديتيف ديسكينيزيا، ده بيزيد مع الكلمه دي يعني تفاقم، تمام، بيزيد مع الايه، مع الانتي كولينرجيك. الاكسيديا مي ريسبوند بيتر، ممكن تستجيب يعني كويس مع البي دي دي او البيتا بلوكر او الوحده يعني. تمام، نيجي بقى نخش على التريديتيف ديسكينيزيا. يبقى دلوقتي الانتي كولينرجيك اللي انا بديه عشان احاول اهدي المشاكل اللي عندي ديت، هو لو زودته ممكن يتفاقم مع مشكلة ايه، الديسكينيديا. الديسكينيديا دي عبارة عن شلل، عبارة عن دائم abnormal، العضلة عمالة تعمل لوحدها abnormal repetitive movement للعضلة، انا مش بتحكم فيها، وبشكل مؤلم ودائم، تمام، و irreversible وبرزست ايه after discontinuation of therapy، بعد ما قطعت العلاج اللي انا كنت متعود عليه. بيحصل بيexecuted بالانتيكولينرجيك، هو اللي بيخليه يزيد، اللي ممكن يزوده الانتيكولينرجيك، تمام. بيبقى abnormal involuntary movement في الشوينج المضغة او الساقنج المص او الموفمنت اوف التانج. بيبقى الميكانيزم بتاعه ان بيحصل سوبر سنسيتيفيتي للدوبامين اكتيفيتي ريسبتور، فبيجي بعد الكرونيك بلوكج. انا كنت ماشي على الدوبامين انتاجونست اللي انا ماشي عليه، عفوا الدوبامين انتاجونست والانتيكولينرجيك، اول ما اقوم مزوده يوم حاصل لي ديسكينيزيا. البريفنشن بتاعه بان انا ادي جرعه قليله، اقل جرعه ممكن اديها من الانتي سايكوتيك عشان احل اقل المشاكل اللي عندي دي اصلا. مينيمال ديوريشن لمده قصيره، وافويد الروتين يوز اوف الانتي كولينرجيك، لان الانتي كولينرجيك هو لما بيزيد هو سبب حصول الديسكينيزيا، يبقى بالتالي الانتي كولينرجيك هو الديسكينيزيا زي ما هو كاتب كده بالاسود التقيل. يبقى انا الفكره عندي ان انا افويد الانتي كولينرجيك. طب انا لو افويد الانتي كولينرجيك هيحصل لي مشاكل فوق بسبب الانتي سايكوز اللي انا بدي، فبالتالي انا هحاول ادي اقل جرعه ممكنه من الانتي سايكوتيك وهدي مينيمال ديوريشن اقصر مده، فبالتالي هتجنب اصلا ان انا ابقى محتاج للانتي كولينرجيك. ويعني كحل بردك، هو بفرض حل ان انا احاول ابدل بين الادويه تيبيكال او اتيبيكال. اهم حاجه بقى في الصفحه دي هي الحته اللي جايه دي، النيورو ايليبتيك مالجننت سيندروم، هي دي رير ان هي تحصل في حل، تمام. معناها ان المطل بيحصل لها ريجيديتي فيفر، وممكن يحصل سيفير فورم اوف الباركونيز. هي طبعا السيندروم بتبقى اعراض متفرقه في الجسم ما لهاش علاقه ببعض، بس هي الدكتوره ركزت عليها. الميكانيزم ان احنا عملنا رابيد بلوكج اوف السنترال دوبامين ريسبتور في البيجنت اللي كان سنسيتيف للاكسترا بيراميدال افكت اوف النيوروليبتيك. الشخص اللي كان عنده نيوروليبتيك، تمام، وفي نفس الوقت هو ماشي على الانتي سايكوتكس اللي احنا بندي، الانتي سايكوتكس اللي احنا بنديه، قمت عامل رابيد بلوكج مره واحده للدوبامين ريسبتور، فبالتالي حصلت لي عندي المشكله دي لان هو حساس للاكسترا بيراميدال افكت. خصوصا الشخص ده هيحصل عندي، هعالج ازاي؟ هو انا عندي كده ان العضلات حصل لها ريجيديتي، فانا هحاول اعمل ماسل ريلاكسين سواء بالدايزابيز او بالدنترولين وانتي باركنزيان دراج عشان اعالج الباركونيزم اللي عندي. الباركونيزم، معلش، هدي انتي باركونيزيان دراج، تمام. اهم حته اللي انا معلمه عليها باللبن دي، بس الدكتوره قريت الصفحه وفوتتها. بعد كده كلاسيفيكيشن للتيبيكال انتي سايكوزس على حسب، متقسمه على حسب البوتنسي بتاعتها للو بوتنسي وهاي بوتنسي. اصلا البوتنسي، اصلا الفكره في البوتنسي ان هي الجرعه اللي انا محتاجها عشان ادي الاكشن، فبالتالي الدواء يبقى مور بوتنسي امتى؟ لو انا هوريك حاجه، لو انا عندي مثلا النص جرام، نص ملي، بيعمل الاكشن بتاعي من الدواء ايه، نص ملي من الدواء ايه بيعمل الاكشن اللي انا عايزه، وملي كامل من الدواء بي بيعمل الاكشن نفس الاكشن اللي حصل من الدواء اللي فات. يبقى معنى كده ان الجرعه القليله من ايه عملت نفس التاثير اللي الجرعه الكبيره من بي عملته، يبقى الدواء ايه مور بوتنس
زنبي. تمام، يبقى ال typical antipsychotics هنقسمهم لحاجتين، هما هيبقوا equal في الافشكسي يعني نفس التأثير بس مختلفين في البوتنسي، وهي طبعا في ايه في السايد افكت. اكيد اللو بوتنسي اللي هو الدواء الاقوى، اسفه، اللو بوتنسي زي الدواء اللي عنده قدرة اقل يعني اللي كان بالعشرة ملي. تمام، زي الكلوروبرومازين والثايوبريدازين، والحته والجدول ده مهم جدا والدكتورة اكدت عليه كتير. هحاول بس ابصمجها يعني بصمجة بسيطة كده. الكلور بالال في ال مع اللو، والثايرو تمام على نفس وزن كلور تقريبا، فيبقى الثايرو مع كلور والاتنين بحرف ال، يعني كلور بحرف ال فتتبصمج مع لو، والثايرو على وزن كلور. ليست في السنترال سايد افكت ولكن مور في الاوتونوميك وفي المشي لست سايد افكت. اما الهايبوتنسي هي دي الاحسن، ان هو انا هاخد منها جرعة، هاخد منها جرعة قليلة تعملي التأثير اللي انا عايزه، زي الهالوبرادول والترايفلوبرازين، الاتش مع الاتش تمام، والترايفلو التراي على وزن هاي، يبقى يعني الاتش مع الاتش والتراي على وزن هاي. تمام، هي المور سنترال سايد افكت، ليست في الاوتونوميك ميشنلسنس ميشنلسنس سايد افكت، وبريفيرد في الالدري وفي الكاردياك بيشنت، لان هي زي ما قلت لك ايه بتنجز. اسفه، وبرضك اهم حته الدكتور اكدت عليها ان الكلورو برومازين بيوز في الاكزايتد او الاجريسيف بيشنت، اللي هو المريض الحاله بتاعته عنيفه تمام بسبب الماركت سيديشن. اما الترايفلوبرازين بيبقى لسيديتيف، فعشان كده بنستخدمه في البيشنت اللي عنده سوشيال ويذدرول، يعني هو مش بيعمل له اكتئاب قوي، فبالتالي بنحاول نعالج بيه الشخص اللي عنده سوشيال ويذدرول. اما الكلوروبرومازين بنستخدمه في الاجريسيف بيشنت، ودي اهم حته تركز فيها. تمام، الادفانتجز اوف التيبيكال ايجنت، هو ارخص، ليه مش بنغز يعني ليه هو احسن من الاتيبيكال؟ تمام، مميزاته ارخص وموجود اي ام بريبريشن اور افيلبل فور كيوت او كرونيك يوز، والحته دي مش مهمه، والحته اللي جايه دي كلها مش مهمه. الانديكيشن في نستخدمه في المينتنس ثيرابي، سواء كان اورال ادمنستريشن عشان في الحاله دي كان ديفيكولت، او عشان البريفنت ريلابس، ان احنا قلنا لو قطعنا الدواء هنرجع تاني. ورابط كنترول الاجريسيف او الفايلنت شيزوفرينيا بيشن، دي الاسباب اللي احنا بنستخدمه ليها. البريبريشن برضك جرعات مش مهمه، مفيش اي حاجه في الحته دي. الاتيبيكال بقى انتي سايكوتكس التانيه اللي هي ممكن تشتغل على السيروتونين زي ما هو كاتب قدامك كده، بتبلوك ال 5 HT2A ريسبتور، بس بنفس الكفاءة اللي بتبلوك بيها ال D2 ريسبتور تمام، الدوبامين عادي زي ما احنا متفقين. عندها سنترال واوتونوميك ومش السايد افكت، ما هي لان هي شغالة برضك على الدوبامين، فنفس السايد افكت اللي كانت فوق هنلاقيها هنا عادي، بس ميزتها ايه بقى عن التيبيكال؟ ان هي ليس سنترال سايد افكت، لان هي بتبقى سيلكتيف اكتر على الميزوليمبك سيستم. ليس باركونيز، كل بقى المشاكل اللي فوق دي هنحاول نقللها، والاكسيديا قليله والديستونيا قليله والديسكينيزيا قليله. ليس في الجلاكتوريا، ان هي تقريبا ما بتجيش ناحيه البيتوتري، يعني بتحاول بتبعد عنها، بدل ما انت كنت شغال على الدوبامين وبتروح تقفل البيتوتري، فانت اصلا مالكش دعوه بالدوبامين دلوقتي، او يعني نسبه اتقسمت، بدل ما كنت شغال بنسبة 100% على الدوبامين بقيت شغال ب50 على الدوبامين و50 على السيروتونين، فالتأثير قل، فبقى لس جلاكتوريا ولس جينوكوماستيا، ما عدا بس دواء للشيزوفرينيا اسمه ريسبرودين. تمام، الريسبرودين دوت لو احنا مستخدمينه ده هنلاقيه موجود عادي، هنلاقي الجلاكتوريا وهنلاقي الجينوكوماستيا معانا. مور افشنسي عشان تأثيرها على السيروتونين انتاجونيست يبقى احسن، فهي بتبقى بتبقى تأثيرها أعلى، بتحسن النيجاتيف سيمبتوم اللي احنا قلنا أصلا معمولة من السيروتونين في أول محاضرة. أما التيبيكال بيبقى بالكنترول أونلي البولد، لكن الأتيبيكال اللي بتشتغل على الدوبامين وبتشتغل على السيروتونين
بتحسن البوزيتيف وبتحسن النيجاتيف. اما التيبيكال اللي كانت شغالة على الدوبامين بس بتحسن البوزيتيف بس. اهم حاجة طبعا الحتة اللي فوق دي ان هي مور سيلكتيف في الميدولمبيك سيستم، تمام، وان الكلوزابين از افكتيف في ريزيرفد اونلي فور ريزيستنت كيس. احنا بنستخدم الكلوزابين بس في الحالات اللي محتاجينها. 30% من الكيس بنتجنبه، يعني بنستخدمه في 30% بس من الكيس بنحاول نتجنبه، لان هو بيعمل ريسك للاجرانيولوسايتوزيس. ده مرض من خلايا، من يعني طيب من ان يحصل نقص في خلايا الدم البيضاء كتير بيضرب البون مارو، فدي مشكله طبعا ان الدم ممكن يموت. والسايزوريز دوت نوع من انواع الثرى، معنى تاني له، تمام. يبقى هنركز هنا في الحتة دي على ان ان التيبيكال هي الاتيبيك، ان الاتيبيكال ايجنت مور سيلكتيف للميزولمبيك سيستم، فبالتالي بتحاول تقلل المشاكل اللي عندي. وان الكلوزابين افكتيف وبنستخدمه بس بحرص في حالات الريزيستنت كيس 30% بس. بسبب ليه بقى؟ لان زيادة الريسك اوف الاجرونيولوسايتوزيس والسيزرس او الابيلابس اللي احنا الكلمه اللي احنا متعودين عليها، نفس الفكره يعني. السبيشال فيتشر بقى للبعض جوه بقى يذكر شويه امثله للاتيبيكال. ممكن ابصمجها في كلمه بسيطه كده، ان الريس كلوز قريب علا، تمام، ريس كلوز قريب علا. اهم حاجه الدكتوره اكدت عليها من الجدول كله هو العلا نازبين، قالت ان هو زي الكلوزابين عشان احنا قلنا ان هم قريب بس، تمام. ما عندوش ارجينولوسايتوز، ما بيعملش ارجينولوسايتوز. هي دي اهم حته الدكتور اكد، اهم حته الدكتور اكدت عليها هي دي، عفوا، لان الاولى نزابين زي الكلوزابين ما عندوش ارجينولوسايتوز، تمام. بقيت الكلام كله بس مجرد ان هو بيقسم لك مين اللي عنده انهي سايد افكت ومين اللي ما عندوش، فطنش يعني. الانتي مينيك دراج ده بقى، المينيك دراج دوت ان الشخص بيبقى بيحصل له فتره بيبقى عنده جريت اكزايتمنت او بيبقى عنده تهيؤات اوفر اكتيفيتي، بيبقى المود بتاعه مش متظبط، مره عنده اكزايتمنت بشكل عالي ومره عنده خمول بشكل عالي ومره حزين قوي ومره فرحان قوي، اللي هي ايه سيفير تشينج في المود، تمام. هنعالجه بايه؟ اهم حاجه في العلاج بتاعه هو الليثيوم كربونات. طيب انا دلوقتي عندي بيحصل ايه؟ بيحصل ان الليثيوم والصوديوم بيتخانقوا على الريسبتور اللي عندنا، وطبعا الليثيوم هو اللي هيكسب في الحاله دي لان انا هدي ديوريتك. ده ملخص الفقره اللي اتقالت، ان الصوديوم والليثيوم الاثنين سيميلر في الاكشن، تمام، بس الليثيوم بيكمبيت مع الصوديوم على عشان يوصل للتيوبولر، عشان في التيوبولر ريابزوربشن عند الكلى. فمعنى كده ان لو الصوديوم لو خرج كتير وبقى ناقص في الدم الليثيوم هيزيد. طب امتى الصوديوم يخرج من الدم؟ الصوديوم يخرج من الدم، يخرج من الجسم يعني بشكل مبالغ فيه، لو انا مدي ديوريتكس الادويه اللي بتضر البول، فبالتالي الصوديوم هيخرج. في الحاله دي الليثيوم هيزيد عندنا في الجسم وهيزيد الريابزوربشن بتاعه، لان هما زي ما قلت لك بيتكمبيت مع بعض عند التيوبولار ريابسوربشن في النفرون. فلما الليثيوم يزيد هيزيد طبعا في الدم بشكل مترتب عليه، يعني الليثيوم هيزيد في الدم، فبالتالي هيحصل توكسيستي من الليثيوم. مع ان يبقى احنا كده ايه زودنا الليثيوم، لو ال ان ايه كان زاد الليثيوم هيقل الامتصاص بتاعه فهيخرج في الكلى، فده مفيد في علاج التوكسيستي. يبقى انا لو حصل لي توكسيستي من الليثيوم في الحالة دي أدي صوديوم، بس طبعا بالعقل يعني كل حاجة بتزيد غلط. ايه الدكتورة بس قالت أهم حاجة ايه؟ إن الليثيوم زي ما أنا كنت بقول كده، الليثيوم والصوديوم بيتخانقوا على الريسبتور، والليثيوم هو اللي بيكسب في الحالة اللي أنا بدي فيها دايوريتكس عشان كده الصوديوم بيقل. الميكانيزم أوف الأكشن إن هو بيبلوك الإنزيم اللي انفولفد في ريسايكلينج أوف الممبرين فوسفو إنوستايدز، تمام؟ كل طبعا اصلا مش مهم، بس حاجه ايه دكتورة ما فوتته كده، قالت ان اليوز بتاعه بنستخدمه في البايبولار مينيك ديبريشن، اللي هو ايه
اكستريم مود سوينج، مود طالع ونازل ويمين وشمال، تمام. ده اللي بنستخدم فيه ده الاستخدام بتاعه كمود ستابلايزر عشان يحاول حاجة تثبت المود اللي بايظ دوت، او كأنتي مينك يعالج المينك بتاعنا. وهو ايه دي هي اللي قالت بس كلمتين وما قالش الشرح بتاعه تحت حتى، بس هو يعني كان واضح المينك بيهيفير هيحاول يقلله في المينك فيز، زي الانتي سايكوتكس بتأدد فور رابيد كنترول اوف السيفير مانيا بسبب الافكت اوف الليثيوم اللي ديليت فور سيفير. يبقى انا لما انا بدي انتي سايكوتيك في رابيد عشان اعمل رابيد كنترول للسيفير مانيا، بسبب ان الافكت بتاع الليثيوم بيبقى متأخر على ما يشتغل، تمام. برضه زي ما قلت لك ده مش مهم. في بقى دلوقتي انا عندي، طب افرض الليثيوم اللي انا عماله احطه، افرض الليثيوم هيحصل مشكله ومش هيشتغل، يعني مثلا ان الليثيوم ما بقاش افكتيفنس، في مشاكل حصلت مش هعرف اشتغل بشكل طبيعي. فهم دي اتنين دو، اما الليمو تراجون او الفالو برويت، هما دول الاتنين البدائل عشان يحاولوا يعملوا مود ستيبلايزر في الكيس ان كان عندي ان الليثيوم مش شغال او عندي توكسيسيتي من الليثيوم، تمام. والاسمين بتوع الدوام هم مين؟ التوكسيسيتي بقى بتاعه الليثيوم والاحتياطات اللي المفروض اعملها معايا. في السي ان اس ممكن يحصل فاين تريموتر، ودوت نيروجيك ديس اوردر بيكوز ان القلب عمال ريزميك شيكينج، بيحصل في الهاند وين ايه دوينج سيمبل تاسك، تمام. فهو برضه قلت لك مش مهم يعني. وفي الجي اي تي يحصل نوزيا وفوميتنج وظاهريه، انا هراقب الكورس تريمور والجي اي تي سيمبتوم، ده اللي انا خلي بالي منه لان هو هيزيد، خليك عامل حسابك انه هيزيد يعني. رينال والرينال مهم، هيحصل انتاجونايز الرينال هنا الليثيوم بيانتاجونايز ايه الاي دي اتش، فبالتالي هيعمل بريوريا وهيعمل ثيرست ونيفروجينيك دايابيتس انسيبيديس، وده حاله بيبقى فيها الجسم عمال مش عارف يوازن بين الووتر في البادي وعمال ايه يطرده، بيبقى بردك ستريست، بيبقى الجسم عطشان كده اللي هو مرض البول السكري. رينال تيوبولار دامج اللي هو الايه الكلية بايظة، فكل ده عامل لي مشاكل في الليثيوم، فانت مش عارف الليثيوم بيخرج ولا بيدخل والدنيا بايظة عندك، فبالتالي لازم الاول اعمل مونيتور كيدني فانكشن، تمام، ابقى مراقب الموضوع. الثيرويد البيناين انلارجمنت مع او زاوية الهايبوثيرويديزم، وحتى دي مهمة الدكتور اكد عليها، وراقبها بالمونيتور ثايرويد فانكشن. التوكسيك دراج مش مهم يعني، هو بيقولك ان هو بيبقى شغال بجرعة ضيقة والتي هاف بتاعه طويل وبيتراكم في الجسم، فبالتالي هو ممكن يقعد كتير، فعشان كده ممكن يعملي توكسيسيتي. ففي الحالة دي انا هراقب مستوى الليثيوم في الدم وهدي جرعة محددة من الليثيوم، خصوصا في حالات ان ممكن يكون يحصل فيها الليثيوم ما بيخرجش، زي ان مثلا ال ان اي قليل، فبالتالي بسبب الديوريتك زي ما احنا قلنا فوق، لما ال ان اي بيقل الليثيوم هيزيد في الدم فمش هنبقى لاحقين نخرجه. اما رينال ديسفانكشن الكلية مش شغالة تمام عشان تخرجه، او اولد ايدج الشخص اصلا ممكن يكون عنده رينال فانكشن فمش شغالة، فبالتالي ده كله بسبب ان الليثيوم بيتراكم في الدم، فده هيعمل لي توكسيستي. فانا هحاول في الحاله دي ان انا احدد الدوز اللي انا هديه، وطبعا اراقبه بالسيروم ليفل. الاكيوت توكسيستي الجرعه دي عن الرقم ده، وده مش مهم، تمام. المانيفستيشن بتاعتنا بتاعت التوكسيستي مهمه الحته دي، الفوميتنج والدايهريا والكورس تريموتر، زي دي الايرلي ساين اوف توكسيستي زي ما احنا قلنا فوق، تمام. الاثنين دول وبنراقبهم زي ما قلت لك بكورس تريموتر، او ان انا متوقع ان انا عندي جي اي تي سمت. والدكتوره سكمتها في 2 اي و 2 سي، اتاكسيا واريزميا، كونفيوشن كونفالجن وكوما، دي الحاجات اللي ممكن يحصل لي بها، اللي ممكن تحصل لي بسبب التوكسيسيتي بتاعت الليثي. هعالجه ازاي؟ باني هعالجه بالان اي اتش سي او 3، لان الان اي اتش سي او 3 لما يزيد في الدم هيقوم مقلل الليثيوم من الدم، لان الليثيوم هيخرج، فبالتالي انا عالجت التوكسيسيتي اللي عندي.
وطبعا في الويت فور الديهايدريشن، لان الايه الاسم بيعمل لي جفاف. بس هي الجمله الثانيه اللي مهمه. شكرا.